بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عن نفسي زعلان جدا على الناس اللي بتموت في غزة، زعلان على كم الضحايا، عدوا 200 أو 2228، عدوا الرقم ده ضحايا، ده غير 8000 مش عارف 600 وكام مصابين. أنا زعلان جدا على الناس اللي بتموت، متضايق. أنا مش قادر أعمل حاجة، مش قادر يعني أنقذ أي حد منهم، وفي نفس الوقت أنا زعلان ومتضايق من حماس. ليه؟ لأن حماس زي ما حطوا خطة إزاي يهاجموا العدو من ناحية البر ومن ناحية الجو ومن ناحية المية، كان المفروض يحطوا دفاعات يعني تحمي المدنيين من ضرب كلاب النار، هؤلاء الكفرة الفجرة اليهود. يعني المفروض حماس كانت حطت خطة علشان يعني تمنع هذه المجزرة. هو حماس مش أول مرة تقاتل هؤلاء اليهود، ومش أول مرة اليهود يضربوا في المدنيين، فمعروف ان اليهود ما بتعرفش تطول حد من حماس، فبالتالي لما بتضرب بتضرب في المدنيين. فكان المفروض على حماس ان هم يحصنوا هؤلاء المدنيين. طيب حصل اللي حصل دلوقتي، المفروض على حماس توقع ناس مدنيين من عند اليهود. شوف الاعداد قد ايه، عندنا احنا مدنيين داخلين على 2400 بني آدم ميت، عندهم هم قد ايه، 1000 وكسر. طيب ما توقع مدنيين من عندهم، يعني ايه اللي منعك، ايه اللي منعك؟ الصواريخ اللي انت بتضربها ليه ما بتستهدفش بيها مدنيين؟ صواريخ مش يعني امكانياتها مش قد كده. طب ما انت دخلت في ناس في العمق، في ناس في عسقلان وفي سيدروت وفي ناس في تل أبيب، بيقال ان في ناس في تل أبيب، ما تقتل المدنيين علشان تبقى الكفة متوازية، علشان ترغم اليهود ان هم ما يضربوش مدنيين تاني. ما هو طول ما انت بتضرب في المدنيين ومفيش حد من عندهم مدني بيسقط او بيموت، فهيبقى هم اللي راكبين، هيبقوا سايقين، هتبقى ورقة ضغط عليك. طب ليه توصل لكل الكلام ده؟ زي ما حطيت الخطة ازاي تهجم وتبغتهم وفي عيد الغفران بتاعهم وفي يوم اجازتهم يوم السبت، لازم كنت حطيت الخطة ازاي تجنب المدنيين هذه الويلات، او تقلل او تصل الى عدد قليل من القتلى في صفوفك، وإلا دي مجزرة. ما تعولش بقى على حد، يعني انت ما تعولش على المجتمع الدولي، ما تعولش على الشعوب اللي هي المسلمة، ما تعولش عليهم، لان انت عارف طول عمرك مفيش حد بينصرك. فبالتالي انت يعني ليه ما حطيتش خطة دفاعية تانية تبقى فيها، او خطة مضادة علشان لو وقع من عندنا مدني يقع من عندهم 2؟ ليه ما عملتش كده؟ ليه؟ ده يعني مضايقني، خانقني. احنا فرحنا في الاول وبقى عندنا نشوة بالنصر ونشوة بالقوة، وبعد كده هبطنا. طب ليه هبطنا؟ مش هبطنا ان احنا يئسنا من روح الله او نفسنا اتكسرت، لا، مش يعني مش قادرين نعمل حاجه، مش عارفين نعمل حاجه، ناس بتموت وبنتفرج ومش عارفين نعمل حاجه. فليه حماس توصل بينا للدرجه دي؟ يعني ايه اللي يخلينا نوصل لكده؟ ما يا اخي، ما انت عندك كوادر وخططت مظبوط. انت في ناس منك دلوقتي في المواقع بتاعتهم، يعني بيقول لك في سيدروت وفي عسقلان، يعني السيدروت ديت فيها بتاع حوالي 35000 بني ادم، نزح منهم كتير وفي حوالي 30% منهم. طب ما تقتل بقى، يعني انت ايه اللي مخليك مستني وفي ناس منهم جوه؟ انا مش عارف، كل ما تسمع ان هم مات منهم من اليهود 1 2 3، طب والالاف اللي عماله تموت من عندنا والمئات والعشرات اللي عمالين يموتوا، هتعمل ايه؟ طيب ده بالنسبة لحماس، بالنسبة الخنقة اللي الواحد فيها والتعب النفسي اللي الواحد فيه.
طيب بالنسبة بقى لأهل غزة، كلمتي دي لأهل غزة، يا رب يا رب يسمعوها. يا أهل غزة المدنيين، هل أنتم عندكم نية إن أنتم تكونوا شهداء في سبيل الله ولا ما عندكمش؟ هل عندكم نية إن أنتم تكونوا من الربيين اللي ربنا ذكرهم في القرآن ولا لأ؟ بص ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وكأي من نبي، يعني أنبياء كثيرة جدا، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، يعني جموع من المؤمنين كثر، يعني عشرات الألوف قاتلوا مع الأنبياء. خلاص؟ النية إيه؟ النية لله. هل أنت نيتك تكون شهيد في سبيل الله؟ طيب المطلوب منك بقى 3 حاجات ربنا برضو ذكرهم، لأن اللي هيتقال بعد كده لو أنت عملت واحدة منهم يبقى أنت في الحالة دي بتنافي الإيمان، أنت يعني أنت كده ما بتقاتلش في سبيل الله، أو يعني ما بتضحيش بنفسك، أو مش مستعد بتضحية في سبيل الله. خلاص؟ طيب لازم يكون عندك فهم وتصور إن القتال في سبيل الله هيعرضك لشدائد وهيعرضك لخسائر، فلازم تهيئ نفسك على كده علشان تنفي عن نفسك 3 أشياء. بص بقى ربنا بيقول إيه بعد ما هؤلاء الربيين قاتلوا مع الأنبياء، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، يعني جموع كثيرة من الناس ومن المؤمنين، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. بص بقى، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان. ايه بقى التلاتة دول؟ لازم دول ينفوا عن اي فئة بتقاتل في سبيل الله، وإلا لو تسربت واحدة من دول لنفس البني آدم اللي بيقاتل في سبيل الله الدنيا باظت باظت ومش هينفع يكمل. 1، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وبعد كده وما ضعفوا. طب ايه هو الوهن؟ الوهن ده انكسار نفسي، تحس بإحباط من جواك بيبتدي في القلب من شدة القتل ومن الشدائد اللي بتتعرض لها في سبيل الله. فواحد نفسك بتتكسر، واحد بتحس ب ب ب ب ب من جوه كده ب ب ب ايه اقول ايه ما انا مش عارف، عايز اديك معنى، خذلان من جوه نفسك، بتحس كده ان انت يعني يئست. خلاص؟ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، يعني مفيش أي حاجة نفسية تسربت إلى أنفسهم، لأن لو في وهن دخل جوه النفس، ضعف نفسي، نفسك بتضعف، مش قادرة تتحمل، أو مش قادرة تتحمل القتل الذي يتعرض له المسلم في سبيل الله عز وجل، أو الخسائر التي يتعرض لها المسلم في سبيل الله عز وجل، هيتسرب إليك الضعف اللي هو على الجسد بقى. حس بقى ان انت هبطت، ما عندكش نفس، ما عندكش نفس ان انت تقاتل. بس يا عم خلاص انا كده خلاص مش قادر، ده اسمه بقى الايه؟ الضعف. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، مفيش كسره نفسيه من جوه البني ادم، لان لو في كسره نفسيه على طول نمره 2 هتترجم للضعف البدني. خلاص؟ ولو حصل في ضعف بدني هيبقى في استكانه، ذل وخضوع للعدو، هيستسلم ويذل ويخضع للعدو. فلذلك ربنا نفى عن الناس اللي يبقوا او بيقتلوا او هيقتلوا في سبيل الله عز وجل، فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ده بقى اللي احنا بنقوله خلاف اللي احنا بنشوفه على شاشات التلفزيون. ستات بتصوت وبتولول، رجاله بيصوتوا وبيولولوا على عيالهم وعلى نسوانهم وعلى كل شيء. ما انت هتعمل ايه؟ ما انت مش قادر. ما مش كل الناس يا جماعه مقاتلين، هو ده اللي انا بقول لك عليه في البدايه، مش كل الناس في غزه مقاتلين، مش كل الناس عندهم استعداد يموتوا، مش كل الناس عندهم استعداد يضحوا باولادهم وبزوجاتهم، مش كل الناس كده. عشان كده كنت بقول في الاول لازم حماس كانت حطت خطه علشان تحمي بيها المدنيين،
وزي ما نزل من عندنا مدنيين لازم ينزل من عندهم مدنيين. مش عارف اقول ايه تاني. فما وهنوا، دي بقى كلامي لاهل غزه، فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. معلش سامحوني لو كلامي تقيل شويه، سامحوني. السلام عليكم.